انا ايناس بن احمد، عمري 28 سنه، طبيبه. انا اصيله مدينه اكودا، ورثت على الوالد والوالده حبي لبلادي واصولي وجذوري، وتعلمت اللي من حقق النجاح الا بالكفاح، والكفاح ان شاء الله اكودا اولى بيه. هيك عليه قررت باش نرشح روحي للانتخابات البلديه في قائمه البوري، باش مع بعضنا نغيروا في بلديتنا، على خاطر نامن اللي الشباب هما صناع المجد لبلادنا، وايمانا مني ان قادرين باش نتحملوا المسؤوليه. مسؤوليتنا باش تبدا بالنهوض بالبنيه التحتيه في اكودا. حلمه قائمه البوري اكودا تولي نظيفه، حلمتنا بدات مع بعضنا باش نحققوها. يزينا مسكتنا وعلى تاريخ بلادنا بعدنا. ما ننساوش اللي اكودا بلاد العلم والنور، ومنها خرجوا اجيال. اكودا كونت وقيت باش نتلفتوا لها، وقيت باش نغيروا في بلديتنا اللي تعز عليك وعليا. نصلحوا اللي فات، نزرعوا الورود ونحسنوا الكياسات، ننظفوا الكوبالات ونحرروا التروتوارات. وهكا مع قائمه البوري نكونوا ساهمنا في التنميه، على خاطرني نحب بلادي، نحب نساهم في التغيير.